ينضم إلينا من منطقة المشارب في الدوحة مفاد الشرق زياد ديب. أهلا بك معنا زياد. إذن أبرز التوقعات والتحليلات الأخيرة حول مباريات أمس وكذلك توقعات لمباريات اليوم، لديك التفاصيل؟ يعني صراحة يوم أمس لم تحدث مفاجآت، يعني الدور الثمن النهائي كل المنتخبات المرشحة حجزت مقعدها بالدور ربع النهائي. يعني مثل ما قلت قبل شوي أنه المنتخب البرازيلي استعرض قوته الهجومية، اكتسح كوريا الجنوبية بكل أريحية وحجز مقعده بالدور ربع النهائي، وبرهن أنه حيكون من المنافسين على اللقب إلى جانب المنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي. كمان كرواتيا يعني تغلبت على اليابان ولكن بصعوبة تامة جدا. المنتخب الساموراي يعني لم يكن خصما سهلا أبدا أمام وصيفة بطلة العالم كرواتيا، وراحت المباراة للأشواط الإضافية وما يعني بالضربات الترجيح لا قدرت كرواتيا تتخطى اليابان بعد ما صد حارس مرماها ثلاث ركلات ترجيح. اليوم كل الأنظار متجهة للمباراة بين المغرب وإسبانيا. المغرب هي المنتخب العربي الوحيد المتبقي بالبطولة، حتى أن المنتخب الإفريقي الوحيد المتبقي بالبطولة. ستواجه خصم صعب جدا هو المنتخب الإسباني. يعني المواجهات بين بعض تصب لمصلحة إسبانيا. إسبانيا كانت فازت مرتين، أما التعادل الأخير فكان بمونديال روسيا الأخير. المباراة كتير مهمة، مش بس التأهل لربع نهائي، يعني هيدي أول مرة لو تتأهل المغرب إلى ربع نهائي المونديال، حتى حيكون فوز تاريخي لأول مرة على إسبانيا. معي جانب من الجماهير المغربية، رح حاول أخذ رأيهم حول المباراة. اهلا وسهلا فيك. المباراة صعبة جدا امام اسبانيا، كيف بتشوفها؟ هي مباراة الجيران غتكون صعبة جدا مع المنتخب الاسباني، ولكن عندنا ثقة كاملة في الاسود المغاربة ان شاء الله مربوحة اليوم. المباراة ستكون تكتيكية، غتلعب على جزئيات صغيرة جدا، ولكن عندنا الثقة، كل الثقة في المنتخب وان شاء الله مربوحة. 3-1 المغرب، وان شاء الله الركراكي غيشرفنا ويشرف كل العرب والافريقي. حنا دابا كنمثلوا العرب ونمثلوا افريقيا، وان شاء الله نشرفكم ونهزوا راسنا عالي ان شاء الله. يعني هذه هي الاجواء عندي، الجماهير كثير متحمسه، جماهير يعني معنوياتها عاليه، لا يهابون احد. اسبانيا بدهم البرازيل، بدهم اي احد، هن مامنين بحظوظ فريقهم بالتاهل للربع النهائي واكثر من هذا الشيء. وكمان هناك مباراة كثير مهمة مسائية على ملعب لوسيل، ستجمع المنتخب البرتغالي مع المنتخب السويسري. يعني رونالدو كل الأنظار عليه، سيكون يعني سيكتب التاريخ لو سجل هدف وعادل رقم أوزيبيو التاريخي في 9 أهداف بكؤوس العالم. الترجيحات تصب للمنتخب البرتغالي، ولكن التاريخ والمواجهات المباشرة تصب للمنتخب السويسري. مباراة حتكون صعبة وصعب التكهن بنتيجتها. زياد ديب مفاد الشرق موجود حاليا في منطقة المشارب في الدوحة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. هذه البداية، ما زال